إيجابية وإضافية لمسناها بمجرد وصولنا إلى القرية الأولمبية. لاحظنا عمال استقبال أغلبية الجزائريين، عمال لوجيستيك، عمال نظافة، عمال اللي موجودين في القرية أغلبية الجزائريين كلهم يأتون يبحثون على مبنى الجزائر. هذا لحقيقة يجسد اللحمة بين أبناء الوطن الواحد، سواء جاليتنا في المهجر وأبطالنا ورياضيين المشاركين. نظن أنه تبقى نقطة إيجابية وفارقة، لهذا أكدنا أنه هذه الألعاب ألعاب استثنائية بالنسبة للجزائر. يوم 18 كان وصولي مع وفد مصغر من أجل تحضير وصول الوفد الجزائري الذي الحمد لله وصل يوم 20. نحن جد سعداء، كان استقبال قوي، استقبال جماهيري. كنا منتظرين أن جاليتنا سوف تكون في استقبال أبطالنا، الحمد لله هذا ما كان عليه. هذا الشيء اللي قدم دفعنا.